تقديراً للظروف التي يواجهها المهجرون العراقيون بعد مغادرتهم قصراً أوطانهم هرباً من بطش الإرهاب وبهدف تعليمهم مهن تساعدهم على تجاوز هذه المرحلة الصعبة من حياتهم، ارتأت جمعية الكاريتاس الأردنية إشغال وقتهم بإكسابهم مهنة صناعة وتصميم الفسيفساء للحصول على قوتهم اليومي وتزويدهم مهارات يدوية مفيدة. ولتحقيق ذلك انطلق في حديقة الرحمة في مادبا هذا المشروع المتخصص في الفسيفساء، حيث تم إلحاق عدد من الشابات والشباب العراقيين المتحمسين للعمل في هذا المشروع الريادي للتدرب على فن إنتاج الصناعة الفسيفسائية من مختلف جوانبها. جمعية الكاريتاس صاحبة اليد البيضاء قامت من جانبها بتزويد المشروع بالمواد والمستلزمات الأولية التي يحتاجها المتدربون، ثم شرعت بعقد دورة تدريبية للأخوة المهجرين على كيفية التعامل مع هذه الحرفة الجديدة حتى أصبحوا جاهزين للاعتماد على أنفسهم وصقل مهاراتهم ليكونوا أشخاصاً منتجين فاعلين في حياتهم. بلش المشروع بشهر 7 بمدة تدريبية شهر، كان عندنا 25 أخ عراقي، كنا نتعامل معهم ندربهم على كيف يقطعوا الحجر، كيف يرسموا، كيف يبلشوا بالشغل الفسيفساء. كان في عندنا مجموعة يعني أتقنت العمل، نقدر نحكي تقريبا ما يقارب 15 شخص. تم تنقيح 7 أشخاص من هدول للالتحاق بهذا المشروع اللي إحنا شغالين عليه من شهر 8 تقريبا. عم بيجينا أشغال، هم عم بيسلكوا الأمور الحياتية تبعتهم حتى يتأقلموا في الجو الجديد اللي هم أجبروا أنهم يدخلوا عليه. مشروع بمبادرة من جمعية الكاريتاس الأردنية ودعم من السفارة الفرنسية في عمان. الهدف من المشروع تحسين الأوضاع المعيشية للاجئين العراقيين وتعزيز المهارات الحياتية لهم عن طريق بعض المشاريع اللي أطلقتها كاريتاس في ظل هذه الظروف للاجئين. بلشنا التدريبات هنا في شهر 7 من 2016، كان في مدربين مختصين لكل شيء معين. الفسيفساء كان في مدرب مختص دربهم لمدة شهر كامل بالإضافة للطباعة والتغليف، ومن هون بلشنا المشروع. تطلعاتنا لقدام احتواء أكبر عدد من اللاجئين العراقيين في الموقع وتدريبهم وتعزيز هالمهارات الحياتية عندهم وتعليمهم على شيء جديد ما كانوا يعرفوه بحياتهم. التحق في بداية المشروع الذي تمت انطلاقته في شهر تموز من العام الماضي 25 متدرباً تم توزيعهم على الأقسام المتخصصة في المشروع، ويؤكد بعضهم أن اكتسابهم لمهنة الفسيفساء زادت من ثقتهم بأنفسهم ورفعت معنوياتهم وكسرت الحاجز النفسي الذي عانوا منه لعدة سنوات، كما منحتهم في حياتهم الكرامة وعزة النفس بعد أن أصبحوا يجنون منها ما يغطي احتياجاتهم المعيشية لهم ولأسرهم. بالبداية جابونا منظمة الكاريتاس، اجوا بمدربين دوليين أردنيين اجوا هنا. بالبداية أخذنا 10 أيام اللي هو التدريب على صناعة القرار وكذلك اتخاذ القرار وإدارة المشاريع البسيطة أو الصغيرة. أخذنا بعد ما كملناها عملونا الدورة اللي هي دورة الطباعة والتغليف. طبعا بقية الشباب اللي كان بدورة الفسيفساء أخذ دورته، اللي كان بدورة الإكسسوارات أخذ دورته، وهكذا.
بعد ما كملنا الدورة بشهر العاشر انفتح المشغل الرحمة هنا بحضور العديد من السادة والمطارنة وكذلك السفير الفرنسي. انفتح المشغل وبدينا احنا نشتغل. كانت فرصة كثير منيحة بالنسبة لنا كلاجئين عراقيين، وعم نشتغل بالمشغل والحمد لله. هذا الشيء بينفعنا، أول شيء بينفعنا نفسياً بينفعنا مادياً، نطلع من الجو اللي احنا عايشين فيه بالبيت، تعرف بأنه اللاجئ بده ينتظر أكثر من سنة إلى أن يجي اللجوء تبعيته. يعني شيء كلش احنا نشكر منظمة الكاريتاس، نشكر المجتمع الأردني هون لأنه استقبلنا واحتضننا. فهي فرصة كانت كثير منيحة وتجربة كثير منيحة لأن احنا كلاجئين عراقيين بالأردن. عم نشتغل هون، الكاريتاس فتح لنا دورة مع دعم مع السفارة الفرنسية، فتح لنا دورة يعني تعلمنا فيها شهر 7، كان تعلمنا لمدة شهر تدريب فسيفساء، كان فن الفسيفساء لمدة شهر. بعدين ورا شهر اختارونا من 7 المتميزين، أنا وأصدقائي هون اللي بالشغل، اجينا لهون وقامت دربنا المدرسة رغدة زوايدة وأستاذ إبراهيم، دربونا الفسيفساء فن الفسيفساء، ويعني كمان ساعدونا من تخفيف شوية من الضغط النفسي اللي كنا عايشين به. قمنا يعني شوية نشارك هموم بعض احنا واصدقائنا، نشوف ايش فيه، وكمان يعني من تغطية جزء من تكاليف المعيشة. الفسيفساء فد مهنة حلوة، واول مرة احنا تواجهنا يعني الفسيفساء، لانه بالعراق ما كنا نشتغل هذا الشيء، فهنا اكتسبنا هاي الخبرة. دخلنا دورة تقريبا شهر أو أكثر من شهر، بعدين تعلمنا تقريبا احنا كنا 25 شخص، من ضمنهم 7 اختارونا بهاي المهنة واشتغلنا بهذا المشروع. المشروع يعني يدعمنا شوية ماديا، وأيضا واحد يطلع من البيت بيرتاح ويكتسب أصدقاء جدد. نشكر هنا الأخوان في الكاريتاس وأيضا من الدولة اللي احتضنتنا بلدنا الثاني اللي كان الأردن، والحمد لله الشكر أمان موجود. فنتمنى أنه يعني مستقبلنا مو هنا، لكن إن شاء الله الدول الأخرى أنه تساعدنا ونسافر ونحقق أمنياتنا بأي بلد اللي الله ينطينا إياه يعني ويقدر يحققنا إياه. يشار أن لجمعية الكاريتاس الأردنية مشاريع عديدة قائمة في مادبا، إضافة إلى الفسيفساء، حيث أن هنالك دورات تدريبية أخرى تعين الشابات والشباب في حياتهم العملية كالنجارة وإعادة التدوير والأشغال اليدوية من خياطة وتطريز وصناعة الفخار والصابون والشمع، إضافة إلى دورات في الطهي وتقديم الطعام وغيرها، وهي مهن تساعد المهجرين على تحسين ظروفهم وتأمين فرص حياة أفضل لهم.